أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم أينما كنتم، نجدد ترحيبا بكم في الساعة الثانية من برنامجكم هذا الصباح على إخبارية التلفزيون الجزائري. وفي المحور الثاني لنهار اليوم نتحدث وإياكم عن المخطط الأمني المسطر من قبل قيادة الدرك الوطني خلال أيام العيد وكل ما يتعلق بالإجراءات الأمنية والاستعدادات تحضيرا واستعدادا لعيد الأضحى المبارك. الحديث حول هذا الموضوع أتشرف باستضافة السيد الرائد بلال زواوي من قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني. مرحبا بك سيدي وشكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا لكم على توجيه الدعوة ونحيي المشاهدين الأعزاء. في المستهل سيد رائد، مخطط أمني مسطر من قبل قيادة الدرك الوطني تحضيرا لعيد الأضحى المبارك، ما هي أهم النقاط وأبرز الاستعدادات وكل التفاصيل فيما يتعلق بهذه النقطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على غرار كافة المخططات الموسمية، قيادة الدرك الوطني سطرت مخطط استثنائي من أجل ضمان السير الحسن أو بالأحرى الاحتفال المواطنين بهذه المناسبة الدينية وهذه الشعيرة الدينية في جو من الطمأنينة والسكينة. تأمين هذه المناسبة كان على العديد من المحاور. المحور الأول المتعلق بمحور تأمين طرق المواصلات، خاصة كما على بالكم باللي الفترة هذه راح تعرف تنقل كثير للمواطنين، بما أنه المناسبة راهي تصادفت مع نهاية الأسبوع الجمعة السبت والأحد، وبالتالي فطرق المواصلات راح تشهد حركة كثيفة للمواطنين. هذا من جهة، كما أن المواطنين في هذه المناسبة الدينية حاولوا خاصة في اليوم الثاني التقرب والقيام بزيارات العائلة تاعهم. حنا قيادة الدرك الوطني وضعت مخطط أمني مدروس ومضبوط على كافة طرق المواصلات، وكما على بالكم بلي 90% من طرق المواصلات هي من اختصاص إقليمي للدرك الوطني. تم تحيين مخططات السدود من أجل ضمان سيولة حركة المرور والحد من مختلف حوادث المرور، القيام بحملات تحسيسية قبل هذه المناسبة الدينية من أجل حث مستعملي الطريق على التحلي بمختلف شروط السلامة المرورية لتفادي حوادث المرور، وحتى المواطنين كما نقول يفوتوا المناسبة الدينية هذه في كل السلامة اللازمة. بالإضافة كذلك من المهام تاعنا في بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما على بالكم باللي تعرف الفترة هذه التجارة المتمثلة في عملية بيع المواشي من طرف الموالين. قيادة الدرك الوطني وضعت المخطط الأمني اللازم من أجل محاربة خاصة ظاهرة سرقة المواشي، لأنه مثل هذه الظواهر تنتشر في مثل هذه الظروف. هناك بعض العصابات الإجرامية ولا الإصابات الدنيئة تحاول تستغل الفرصة هذه من أجل تحقيق النوايا الدنيئة تاعها. قيادة الدرك الوطني وضعت مخطط أمني محكم من أجل صد مثل هذه الظواهر. كذلك كما على بالكم هناك نقاط بيع منتشرة عبر كافة التراب الوطني واللي هي مرخصة من طرف السلطات العمومية. قيادة الدرك الوطني تاني راهي تحارب مختلف النقاط الغير الشرعية، نقاط البيع العشوائية المتعلقة ببيع الأضاحي. بالإضافة العمل اللي يتم خلال فترة العيد المتعلق كما سبقت قلت بتأمين طرق المواصلات، تأمين الأماكن المقابر والمساجد ودور اللي يؤدوا فيها المواطنين صلاة العيد، تأمين محيط هذه المساجد، مرافقة حتى الفرق الطبية فيما يتعلق بالمحافظة على السلامة الصحة العمومية للمواطنين، وتفادي الذبح العشوائي لأضاحي العيد اللي تقدر تخلف مخلفات تكون لها كما نقولوا تأثر على الصحة العمومية للمواطنين. سيد رائد، أيضا نقطة تتعلق بتزامن عيد الأضحى المبارك مع عطلة نهاية الأسبوع، الإجراءات المتخذة ربما فيما يتعلق بهذه المناسبة الدينية، لو نتحدث فقط عن الظاهرة التي لاحظناها في الأشهر القليلة الأخيرة هي ارتفاع عدد حوادث المرور في عطلة نهاية
الأسبوع، يعني الدور الذي تقوم به قيادة الطرق الوطني من أجل أنه يكون فيه عيد آمن وسالم أيضا بدون حوادث المرور. والله احنا ديما نحطوا في كما نقولوا من بين الاهداف المسطره لقياده الدك الوطني، واللي نقوم من خلالها توجيه الوحدات العامله في الميدان هو الحد من حوادث المرور، خاصه باللي نشوفوا في الفتره الاخيره ممكن هناك تصاعد في حوادث المرور نظرا لعدم 70% من الحوادث ترجع لعدم التزام السواق بقواعد قانون المرور. احنا كما سبق وهضرت لك قمنا بحملات تحسيسيه مع المواطنين عبر كافه التراب الوطني من اجل توعيه وتحسيس المواطنين بضروره التحلي والالتزام بكل شروط والقواعد المروريه. احنا مع نهايه هذا الاسبوع ممكن كما سبق وهضرت لك طرق المواصلات تعرف حركه كثيفه للمواطنين، وكل مواطن راح يحاولوا خاصه اليوم الخميس، ممكن اليوم الخميس كل مواطن راح يحاولوا يتنقلوا اللي يسكنوا المناطق بعيدة من أجل الاحتفال بهذه المناسبة مع العائلة تاعهم. احنا قيادة الدرك الوطني كما سبق وهضرت وضعت مخطط أمني من أجل ضمان سيولة حركة المرور، كذلك في عمل مع السلطات العمومية حول مختلف النقاط السوداء اللي تعرف حوادث المرور المتعلقة بحالة الطرقات. احنا كنا نلاحظوا باللي كاين نقاط سوداء اللي ترجع فيها حوادث المرور لحالة الطرقات، نقوم بإخطار السلطات العمومية من أجل اتخاذ الإجراءات الملازمة في المناسبة في الوقت المناسب. الأماكن كذلك لنعرفوا بخاصة على مستوى المنعرجات ولا المنحدرات لتعرف حوادث متكررة للمرور، ونحط الدورية تاعنا المتنقلة من أجل تخفيف من السرعة على مستوى هذه المنعرجات وعلى مستوى هذه المنحدرات. وبطبيعة الحال تبقى وروح المسؤولية لدى المواطنين هي العامل الأساسي للحد من مختلف حوادث المرور. أيضا في فترة العيد سيتردد يكثر تنقلات المواطنين لزيارة الأقارب أو لقضاء الحاجيات أو للتنزه، ماذا كيف ترافق قيادة الدرك الوطني تنقلات مواطنين في عطلة العيد؟ ولو نتحدث الآن عن نقطة مهمة جدا تتعلق بالحملات التحسيسية والأرقام الخضراء أو رقم الأخضر للدرك الوطني من أجل أنه يكون كما قلنا في السابق عيد بدون حوادث. احنا قيادة الدرك الوطني عنده عمل مسبق في هذا المجال كما سبق وهضرت قلت لك عنه بهذه المناسبة الدينية، وحتى المواطنين يحتفلوا ويؤدوا الشعيرة هذه في أحسن الظروف. تم وضع تأمين مخطط أمني محكم قبل أيام عيد الأضحى من أجل ضمان التغطية الأمنية اللازمة. كنقول هنا نحكي على التغطية الأمنية، ما نحكيوش غير على تأمين طرق المواصلات، نحكيو حتى على تأمين المواطنين من مختلف الاعتداءات اللي قد يتعرضوا لها، خاصة في المناطق اللي تعرف حركة كثيفة المواطنين على مستوى الساحات العمومية على مستوى المساجد وعلى مختلف وعلى مستوى مختلف الأماكن اللي ممكن تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين. احنا رانا قمنا بوضع تخطيط مخطط أمني ولا تشكيل أمني المناسب في أقاليم الاختصاص للدرك الوطني، بالإضافة إلى القيام كما سبق وهضرت بعمل مسبق من خلال إقحام فصائل الأمن والتدخل ومختلف الوحدات الإقليمية في مداهمات قبل فترة العيد من أجل التصدي إلى مختلف الشبكات الإجرامية اللي ممكن تحاول تستغل هذه الفرصة من أجل القيام بالظواهر اللي تتماشى مع هذه الفرصة كما سبق وهضرت لك، خاصة فيما يتعلق بسرقة المواشي، لأنه كما على بالك زميلي أنه الفترة هذه تعرف ارتفاع ظاهرة السرقة في هذه الظاهرة. احنا وحدات تاعنا العاملة في الميدان تقوم بعمل استباقي والاستعلام على مختلف الشبكات الإجرامية من أجل التصدي لها، وبالإضافة إلى كما سبق وهضرت لك كما قلت أنت نحط مخطط أمني
خلال يوم العيد، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، كما على بالك بلي فترة العيد هي فترة بهجة للأطفال، خاصة خلال اليوم الثاني. حنا في فرق حماية الحدث الذاكر الوطني ثاني تحط تشكيل أمني من أجل مرافقة الأطفال خلال هذه الفترة، والمحافظة على السلامة الجسدية والعقلية للأطفال. نعم سيد بلال زواوي، نقطة تتعلق بمكافحة نقاط البيع العشوائي للأضاحي، وكثيرا ما نلاحظ أن هذه النقاط تكون في الغالب على حافة الطرقات، وهو ما يعرقل حركة المرور وما يضر أيضا بحركة تنقل الأشخاص. كيف تعمل قيادة الدرك الوطني على حل هذه المعضلة؟ نشاطرك الرأي زميلي حول هذه النقطة. احنا خلال فترة العيد نلاحظوا باللي تنتشر كثيرا نقاط البيع العشوائية على خاصة حافة الطرقات، إلا أنه تم توجيه خاصة هذه السنة الوحدات تاعنا من أجل محاربة من مثل هكذا ظواهر، وبطبيعة الحال تم رفع العديد من المخالفات المتعلقة بنقاط البيع الغير عشوائي، وتم وضع تشكيل أمني ودوريات متنقلة لرفع مختلف المخالفات المتعلقة بهذه الظواهر. الآن نتحدث عن الحملات التحسيسية فيما يتعلق بالإرشادات والنصائح التي تقدمها قيادة الدرك الوطني فيما يتعلق بعيد الأضحى المبارك، وأيضا الحملات التحسيسية لتفادي حوادث المرور. احنا والله غير حاجه ناكدوا عليها كما كل عيد، احنا نقول احنا ماذا بنا المواطنين يحتفلوا بهذه الشعيره الدينيه في جو من الطمانينه والسكينه، وبطبيعه الحال ندعو المواطنين من هذا المنبر الاعلامي الالتزام بقواعد السلامه المروريه، خاصه بما يتعلق بتفادي استعمال السرعه المفرطه لتجنب الحوادث المميتة، حتى أنه الإنسان كما نقول يعود بسرعة أقل، حتى لو يكون هناك طارئ يعطي الوقت نفسه باش يتخذ الإجراء المناسب من أجل تفادي أن يكون الحادث مميت. ندعو كذلك المواطنين بالالتزام بمختلف شروط المحافظة على الصحة العمومية، عدم رمي الأوساخ خلال فترة عيد الأضحى بشكل عشوائي ورميها في الأماكن المخصصة لها، لأن هذه مثل هذه الدوائر تساعد على انتشار بعض الأمراض اللي تمس بالصحة تاع المواطنين. تبليغ، لأنه كما نقول حنايا الأمن هو مسؤولية المواطن بالدرجة الأولى، التبليغ على أي تصرفات مشبوهة، ولا طالب يد المساعدة كاين الرقم الأخضر 1055، وإحنا برب إن شاء الله نضمنوا التكفل الأمني الأمثل. آخر سؤال سيادة الرائد يتعلق بأهمية الرقم الأخضر 1055 في هذه الفترة أيضا، واستعدادات قيادة الدرك الوطني بما أنه هذه الفترة هي فترة ارتفاع درجة الحرارة وفترة عيد ونهاية أسبوع وموسم الاصطياف، نصائح والإرشادات التي المسدات من قبل قيادة الدرك الوطني للمواطنين بصفة عامة لمرتدي الطرقات من أجل أنه يكون فيه عيد أضحى بدون حوادث، عطلة نهاية أسبوع بدون حوادث، وأيضا موسم الصيف بدون حوادث. كي تكلمت عن الرقم الأخضر 1055 هو أمر مهم، علاه نقول الرقم الأخضر؟ لأنه الرقم الأخضر من جهة هو رقم استعلامي للمواطنين، اللي المواطن من خلاله يتحصل على المعلومة. بطبيعة الحال أنت راك راح مثلا تتنقل من ولاية لولاية، اتصل بالرقم الأخضر 1055، تعرف هل الطريق مفتوحة، طريق مغروقة، فيها كثافة مرورية ما فيهاش، حتى أنت تقدر تعطي الوقت لنفسك باش تغير الوجهة تاعك وتفادي الازدحام المروري. الرقم الأخضر كذلك يضمن التدخل السريع من طرف وحدات الدرك الوطني، تلاحظ أي شيء مشبوه ولا أي، حتى وما تكونش أنت المعتاد عليه، لأنه ممكن أنت اليوم راك شاهد على جريمة ولا على اعتداء، غدوة تكون أنت هو الضحية. المواطن لازم يكون عنده روح المواطنة والمسؤولية الأمنية، يبلغ على أي تصرف 1055. احنا مباشرة الخافر يعني اللي يستقبل المكالمة على الرقم 1055 راح يقوم بتوجيه أقرب وحدة متواجدة إلى عين مكان من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة. ونقول للمواطنين مرحبا بكم على الرقم الأخضر
وعلى كافة وحدات الدرك الوطني، ونتمنى إن شاء الله لكل المواطنين الجزائريين، كل الأمة الإسلامية قاطبة عيد سعيد إن شاء الله، والجيش وأفراد الجيش الوطني وخاصة أفراد الدرك الوطني. شكرا جزيلا لكم السيد بلال زواوي الرائد من قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني على مشاركتك معنا، ونحن بدورنا نتمنى لكم عيدا سعيدا مباركا لكم ولكافة أفراد الدرك الوطني وللجيش الوطني الشعبي. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. إذن مشاهدينا الأكارم، هذا الصباح متواصل معكم على إخبارية التلفزيون الجزائري بمحاوره وعناوينه التي طرح